مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة، وبالضبط من مارشي حي السلام، يعني سوق القرب حي السلام. فكما كتلاحظوا الخير موجود هذا الصباح، يعني السرديل يعني سمك الفقراء كما كتلاحظوا موجود صبيحة هذا اليوم بمدينة الجديدة، موجود بكثرة وبأثمنة جد جد مناسبة كما كتلاحظوا كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام هنا بمارشي حي السلام بمدينة الجديدة عاصمة دكرة. فيعني تابعتوا معنا هذا الصباح، جو بارد جدا، جو قارس، ولكن يعني ملي دخلنا لمارشي حي السلام الأسماك السرديل موجود وبجودة عالية، وكما كتلاحظوا حتى الشلل يعني كاين الصغير وكاين الكبير حتى هو بجودة عالية وموجود هذا الصباح هنا بمدينة الجديدة. فالسرديل يعني ما كيتعداش 10 ديال الدراهم هذا الصباح بمدينة الجديدة، وانتم كتعرفوا مدينة الجديدة اللي معروفة بالسرديل ديالها، فما يمكنش شي زائر يجي لمدينة الجديدة وما ياكلش اي سردين هنا بهذا المدينة وما تشوفوش اي عيش شوية بمدينة الجديدة. فتحية عاطلة نبعثها الى جميع المشاهدين اينما كانوا داخل وخارج ارض الوطن اللي كيتابعوا معنا هذا الصباح. حنا كنحاولوا يعني نقربوكم من الأثمنة ديال السرديين هنا بمدينة الجديدة بعاصمة دكالة. فالسردين يعني السمك موجود هذا الصباح، حنا كنتواجدوا بسوق القرب حي السلام بمدينة الجديدة، وانتم كتشاهدوا معنا يعني السلعة، تشوفوا معنا حتى الشغل هو موجود بجودة عالية، كاين فيه الغليظ كاين الرقيق، كيدير 15 درهم هذا الصباح هنا بمدينة الجديدة. هانتوما كتابعوا معنا على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في هذا الصباح هنا بمدينة الجديدة، يعني هذا هو السلعة اللي كاينة هذا الصباح، السردين، السردين ديال هاد اليوم، يعني سردين طري بجودة عالية صبيحة هذا اليوم بمدينة الجديدة. ثم كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام، ف يعني السردين موجود بسوق القرب حي السلام، يعني ماشي حي السلام بمدينة الجديدة اللي معروف دائما. فكل يوم كنحاولوا نقربكم من الأثمنة ديال المواد الاستهلاكية المواد الغذائية، وحنا دائما معكم على المباشر على قناتكم قناة شوف تيفي صبيحة هذا اليوم هنا بمدينة الجديدة. ثم يعني كتابعوا معنا وكتشوفوا معنا.